انت بتعرفي اني بحبك اكثر من اي شيء بالدنيا. ايه بعرف. يعني اذا ماني امك ليش ليحملوني هيك ذنب كبير؟ انا اسفه حبيبتي، عن جد انا اسفه كثير. يمكن ستك حكي صحيح، لاني بكون مرت ابوكي مو امك. لا ماما، انا بترجاكي لا تحكي هيك. انتي مانك امي، وبس انتي كل عيلتي يلي بحبها، انتي كل شي بالنسبة الي. انا بعرف انك مستحيل تتمني لي اي شي مو منيح، ومو مهم اذا انتي يلي ولدتيني ولا لا، المهم انك قدمتي لي كل شي ممكن تقدمه اي ام. انتي ضحيتي بسعادتك وبحياتك كلها، وكنتي على طول تفكري فيني وبكوين. هاد الشي مو غلطك ولا ذنبك، انا بحبك وأنا بحبك كتير. هادو يشوف شو في أخبار. لك قلي يا ساتيها، لك أنت كيف وقعت بحب لماهي؟ لا عطتك إشارة ولا حتى حكت شعورة تجاهك ولا عملت شي، بس صارت غالية على قلبك. لك شو صار لك؟ تعرف الحب بجنن الناس يا ستيا. إذا اليوم عم تحكي هالكلام الشاعري وانت قاعد لحالك وعم تفكر هيك، فتصور لو بتكون موجودة جنبك هلا، أكيد كنت بتقول شعر حلو كتير بعيونها، وكانت ضحكت واستحيت وصاروا خدودة حمر من الخجل. أنا حاسس حالي رح صير شاعر رومانسي بعد فترة. ليش صار ساتيا جزء مهم كتير من حياتي بهذا الشكل؟ بس أنا ما عملت أي شيء لحتى غير طريقة تفكيره فيني. الحقيقة هو ما في منه، بس أنا لشو عم اتكركب لما أكون معه أو لما يتطلع بوشي؟ آسف أمي، بعرف إنك دائماً كنت تخافي إنه ساتيا يصير يحب شي بنت غنية ومن عيلة كبيرة كمان، بس هلأ هيك الوضع، وصدقيني أمي هذا مانو كذب. أنا ما وقعت بحبها لأنها غنية، بالعكس أنا حبيت البنت. ليش أنا بحبها؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.